سلام عليكم حبايب قلبي، اسعد الله ايامكم واوقاتكم ان شاء الله، وين ما كنتوا بالف خير. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وياكم حبايبي. تعرفوا صرنا فتره ما سجلنا وما نزلت شيء. والله عنا بتعرفوا الطقس ليكو كيف هلا عنا بلش الشجر يتلون والورق عم يتساقط والطقس صار بارد. يعني عم صور لكم انا بس من قدام بيتي، بس ان شاء الله بس يسري حصور لكم اظهر صور لكم في كيف الشجر هلا كيف عم يتلون الوان ولا اروع من هيك. ليك عم حاول انا صور لكم بس من حد البيت الشجر اللي كان اخضر كيف صار لون. هلا عنا اليوم نحن مغيمه وهوا وسقعه وبرد. الورق يتساقط هلا ونبلش هلا نقيم بالورق. ليكو شوفوا هلا هيدا الشهر شهرين قبل الثلج، هيدا الورق كله الشجر كله هيدا بيوقع. ليكو هيدا الشجر كله بيتجرد من الورق. ليكو كيف عم يتلون سبحان الله. والله تمشي بمطارح لألوان الشجر ما معقول قد ما حلو. سبحان الله سبحانك يا الله. هلا حبيت اني صور لكم هيك لمحة صغيرة بس شوية عم فرجيكم، ان شاء الله تفريه بس لصير منيحة. بتعرفوا الكريبات ما تركت حدا والله. ليكو كيف هيدا الالوان، ليكو الالوان الشجر كيف بصير. العموم حبايبي قلت لحتى بس هيك فرجيكم شوية، حبيت هيك اقدم طبق صغير قبل ما اصور لكم من برا. يلا ان شاء الله هلا خليكم معنا وفرجيكم على الطبق اللي رح نعمله مع بعض. هيدا حبايب قلبي الطبق اللي رح نعمله مع بعض، وصدقوني كتير كتير سهل. وما اني عملت حطيت المقادير وهيك لانه كلها يعني امور سهله. هون مثلا هاي الحشوه انا عملتها، قشرت البصل واللحم المفروم الخشنه، قلبت البصل وبعدين حطيت اللحمه وبعدين حطيت الذره وبعدين البهارات والملح. سهله يعني كلنا بنعرفها هاي الحشوه، بس قلت بما اني عم صور خلينا نحطه. وهيدي البطاطا البيريه انا سلقت من البطاطا بعدين معستها مع الزبده والحليب. في ناس بيحطوا لها كريمه، انا حطيت حليب وزبده وخفقتهم منيح وهاي هي. وهون عندي هون جبنه، هلا اللي بحب بحط جبنه واللي ما بحب كمان في بدون جبنه بيستغني عن الجبنه. انا بلاقي مع الجبنه طيبه. وهيدا هون الكعك المطحون، وهون الزبده حبايب قلبي اللي هي صينية البطاطا مع اللحمة، أو في ناس بيقولوا لها باتيشينوا أو صينية بطاطا بيريه مع اللحمة، إلى عدة مسميات. فحبيت هيك والله قلت يلا بما إني عم بعملها خلينا ليش ما بصورها وبنزلها. وسهلة وبسيطة كتير كتير صراحة. يعني لا قلت لا بدي أقعد أحط المقادير لأنها سهلة ما بدها شي حبايبي. هلا بداية عن انا هون بس لحتى افتحها وتشوف. بداية هلا انا بدهن الصينية بالزبدة هون كلها بدهنا. هيدي الزبدة كلها الصينية دهنيها كلها بالزبدة حبايبي، حطيناها كلها بالطبقة الزبدة وبعدين بنغطيها بالكعك. هيدا الكعك سهلة ولا أسهل من هيك. يعني فيك بتعمليها إذا كنت هيك محتارة نص ساعة بتطلع معك. هيدا بعدين هلا أنا شو بعمل لهيدي البطاطا أنا اللي معسيتها مع الزبدة والحليب.
بغطي الطبق اللي هون، الطبقة هاي أول طبقة بهاي البطاطا، وخليني أعملها لأنه أنا هواك حامل التليفون صراحة، مش راح أستحكم لحتى نعملها ونفرجيكم كيف. هلأ حبايبي بدينا أول الطبقة، غلفناها بالبطاطا طبعا، حطينا البطاطا أول طبقة بعد ما دهنناها بالزبدة، وهلأ عنا لنحط الحشوة اللي هلأ قلنا لكم عنها اللي هي بصل ولحمة وذرة أو ميس والبهارات أكيد والملح. هيدي هلأ بنحطها كلها، نحط الحشوة طبعا منيح. طيب هالأكلة خاصة لما بتكون سخنة بتكون حتى للسلاط، انت اي سلطة بتحبيها اولادك بحبوها بتعملي لهم اياها، كتير طيبة كتير طيبة هالأكلة صراحة وخفيفة. انت محتارة شو بدك تعملي اكل دغري بتعمليها، اقل من ساعة بتكون طالعة هاي الأكلة، مع تحضير مع خبز مع كل شيء بتكون أقل من ساعة بتكون محضرتيها، تحضيرها ما بياكل معك نص ساعة. هلا حبايبي بحط أنا هالجبنة، هيدي الجبنة قلتلكن كمان اختياري، كله بيرجع مثل ما بتحط، في ناس بيحطوا الجبنة وفي ناس بيحطوا جبنة، أنا مرات بعملها هيك مرات بحط بعملها مع جبنة، بس طبعا مع جبنة وعندي بالبيت بحبوها أكتر مثل ما قلت لكم إذا كانت سخنة كتير طيبة. وإذا بتتحكمي بالجبنة أنت قد ما بدك، لأنا ما بدي أحط على الطرف هني بعدين بسيخوا وبينزلوا. هلأ بعدين الوجه التاني بنحط البطاطا، وهلأ نفرجيكم كيف حبايبي. هلأ حبايبي أنا طبعا حطيت هيدي البطاطا على الوجه، بس انا كيف عملت عندي هيدا الكيس عبيته انا من البطاطا لانه انا لوحدي بالبيت، عبيته بواحد مثل هيدا وحط اكيد قصيتها من هون وحطيت هون على عبيت الصينية كلها الوجه يعني. وهلا اذا بدكم هيدا كمان بيرجع اختياري، بترشوا كعك مطحون وزبدي على الوجه، هيدا الشي بيرجع اختياري. وهلا اكيد بدنا نخبزها بالفرن، الفرن بدها تقريبا يعني اقل من نص ساعة، اقل من نص ساعة وبتكون جاهزة حبايبي. هلا انا راح احطها اسا بالفرن وفرجيكم ان شاء الله بعدين على الشكل النهائي حبايبي. حبايب قلبي هيدا الشكل النهائي للطبق اللي قدمناه اللي حضرناه مع بعض بداية، هيدا الشكل النهائي لإله، ان شاء الله ينال اعجابكم. اكيد مثل ما سبق وقلت لكم بده تقريبا شي نص ساعه بالفرن تقيمه، واكيد بيتقدم حده سلطه اي سلطه انت بتحبي تعمليها تقدميها تاكليها حده، هيدا بيرجع اختياري حبايبي. وبعد مجددا بقول لكم في شغله، انه انا اختصرت حاولت اليوم اختصر بهيدا الفيديو، انه عم بكون في تكرار مثلا انه بدل ما اني صور كيف بنقشر البطاطا وكيف بدي اسلق البطاطا وكيف بنقطع البصل، فهاي الامور كلها عم تاخد يعني عم بيكون الفيديو طويل حبايبي. نحن بدنا نحاول يكون الفيديو قد ما فينا يكون هيك مختصر وبنفس الوقت هادف يعني. فان شاء الله بتضلوا بخير، وانا بشكركم مجددا حبايبي وبقلكم هذه القناة قناتكم، وان شاء الله بتكبر بدعمكم بجهودكم انتو اكيد بالمشاهدات. وما تنسوني حبايبي في شغلة بدي الفت نظركم فيها، اللي عم بفوت لعندي اكيد من محبته اكيد عم بفوت لعندي عم بشاهده، بيكون في مشاهدات وفي كومنتات كتير، بس اكيد بتكون سهوان عم ينسوا اللايكات حبيبي حبايبي. فبتمنى عليكم اللي بيدخل ما ينسى اللايك وبيدخل الحلوة
وهيدي قناة مثل ما قلت لكم، قناتكم والبيت بيتكم، وإن شاء الله بتكبر بدعمكم هالقناة وبوقفتكم معاي حبايبي، وتكون تنال إعجابكم هالأطباق اللي أنا عم أقدمها، هالأطباق المتواضعة. واليوم يعني هيك مثل ما بقولوا على السريع حبيت قلت مازال عم بطبخ خليني صوره، وصورت لكم يا حبايبي. إن شاء الله ينال إعجابكم، وبنقلكم أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا. بحييكم أنا حبايب قلبي من كل الوطن العربي ومن كل البلاد العالم، صار عنا حبايب. وإن شاء الله بنلتقي بطبق جديد، وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.